السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد على مدونة بريزما للمعلوميات. في هذا الدرس إن شاء الله سأشارك معكم طريقة التوصل بقميص يعني مطبوع عليه شعارك أو صورتك الشخصية إن شاء الله، فانطلاقا من العديد من الرسائل والاستفسارات إخواني الكرام والتي توصلت بها سواء على حسابي الشخصي أو سواء على صفحتنا على الفيسبوك، يعني تقول أن لا بد من مشاركة هذه الطريقة، طريقة التوصل بهذا القميص مطبوع عليه شعارك أو صورتك الشخصية، وها أنا أقوم بالشرح وأوفي بوعدي والذي من خلاله سأشرح لكم طريقة التواصل بهذا القميص في ظرف 12 يوم بعد دفع مستحقات الشحن السريع. يعني أنا قمت بطلب يعني القميص قبل أن يحضر المغرب من الموقع، فموقع أرتسكو هو من حصلت عليه عن طريق يعني فأرة يعني حاملة فأرة الحاسوب، وكذلك هذا القميص الذي هو مطبوع في صورتي الشخصية وكذلك يعني شعار المدونة كما سجل. سأشارككم معكم الآن القميص، فهذا هو القميص الذي حصلت فيه يعني في الوراء يعني صورته الشخصية واسمي كذلك، وهنا شعار مدونة بريزما للمعلوميات كما ستشاهدون إخواني الكرام. إذن طريقة إن شاء الله على الحاسوب الشرح في موقع أرتسكو، فهنيئا لكل من سيحصل على القميص الرائع جدا بثمن جد جميل، وإليكم الشرح بالفيديو في الديسكتوب. إذن مرحبا بكم أحبابي في الله، كل ما عليكم إلا بالتوجه إلى الرابط الذي سأتركه لكم أسفل الفيديو أو في التدوينة. بعد التوجه إلى الرابط إخواني الكرام تختارون أي تيشيرت تودون أن يطبع عليه يعني صورتكم الشخصية أو اللوجو الخاص بمدونتكم أو ما شابه ذلك. فمثلا إن أردت يعني تيشيرت أن يكون اللوجو أو الصورة في الواجهة الأمامية فقط، هنالك كذلك تيشيرت بالواجهة الأمامية وكذلك الواجهة الخلفية، هنالك تيشيرت أسود يعني يساوي 15.99 دولار، هنالك كذلك تيشيرت يعني اسود في الاماميه والخلفيه، هنالك كذلك التيشيرتات الخاصه بال يعني النساء، وسنركز اكثر على الاربعه تيشيرتات التي هي في الاعلى. فمثلا في حالتي شخصيا اذا اردت يعني تيشيرت ابيض به لوجو في الامام وفي الخلف فب 14.99 اضغط عليه، ولكن سنقوم بتخفيض المبلغ وكذلك سنقوم بتخفيض مبلغ الدفع او يعني مبلغ الشحن إن صح التعبير. بعد ذلك نضغط على create it هنا كما ستشاهدين إخواني الكرام، يعني لدي الآن يعني الكوبون يعني كود توفر عليه لتخفيض يعني المبلغ. وهنا في حالتنا يعني سنقوم بالضغط على add image ثم نقوم بإضافة يعني صورة شخصية خاصة بنا أو اللوجو الخاص بنا، يعني مثلا سأقوم أنا بإضافة يعني صورة شخصية خاصة بي. وهنا بعد إضافة الصورة الشخصية الخاصة بي أضغط على باك هنا يعني الخلف، ثم أضيف مرة أخرى صورة أخرى مثلا شعار المدونة، ثم أضغط على Add Select ثم بعد ذلك ينضاف شعار المدونة. إذا أردت يعني عمل له تعديل لشعار المدونة فيمكنك كذلك إخواني الكرام يعني كل هذا بتعديل هذا الأمر، هذا يعني تقوم بتعديل الشعار في يعني من حاسوبك أو من الفوتوشوب بطريقة جد سهلة. يعني سنقوم بهذه العملية هذه لك تقريبا يظهر الشعار، ستقوم بتعديله من الفوتوشوب وتصغير الحجم ليأتي تماما مع المربع. بعد ذلك يعني إذا أردت يعني إضافة تكست هنا مثلا رشيد أو ما شابه ذلك، يعني تقوم بهذه الأمور سبق وأن شرحتها في الماوس بيد، تقوم بإضافة يعني رشيد هنا كما ستشاهدون إخواني الكرام، الضغط فوق رشيد ثم تقوم بتحويله إلى أي مكان، ثم يعني تقوم بالتحكم عليه بأي طريقة تريدها إخواني الكرام. هنا اللون يعني الأحمر الأسود، يعني هذه الأمور فهي بسيطة جدا، يعني هذه الأمور هذه سهلة جدا وبسيطة إخواني الكرام. يعني عند القيام بهذه الأمور هذه تقوم بعمل يعني Add to Cart ثم تضغط على اوكي. بعد عمل Add to Cart تأتي الى هذه الواجهة هذه ثم تضغط على Proceed to Check Out. بعد الضغط على Proceed to Check Out يتوجه بك الى صفحة اخرى، من خلال هذه الصفحة يعني ستملأ البيانات الشخصية الخاصة بك، يعني في المجموع يعني 14 يعني مبلغ يعني التيشيرت وكذلك مبلغ الشحن السريع 8 دولار سيصلك في 12 يوم، ولكن باستعمالك لهذا الكوبون كود الذي استعمل سبق للأدرس إيبي الخاص بي أن استعمله حيث لن يتم قبوله الآن. بعد الضغط على أبلي واستعمال هذا يعني الكوبون كود الذي سأتركه لك في التدوينة في الأسفل أو في أسفل الفيديو،
بعد استعمالك لهذا الكوبون كود سيتم تخفيض 35% ليصبح يعني 18 في المجموع. يعني بعد أن يصبح 18 في المجموع يمكنك الضغط على continue ثم تقوم بالشحن إلى عنوانك أخي الكريم أختي الكريمة. إذن هذه هي حلقتنا لهذا اليوم إخواني الكرام، أتمنى من صميم القلب أن تنال الحلقة إعجابكم. هذا هو حسابي الشخصي لأي سؤال أو استفسار إن شاء الله، ودمتم سالمين إن شاء الله. أراكم في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.